وصلنا وياكم رابعا، عندي 1 زائد 2 اي على سالب 2 زائد اي، راح اقول يساوي، اكتب العدد هو نفسه، اكتب هنا 1 زائد 2 اي على سالب 2 زائد اي. اجي هنا اضرب في مرافق المقام، مرافق المقام راح تقول هنا في، ايش عندي مرافق المقام؟ عندي سالب 2 فقط تغير الجزء التخيلي، يعني راح يصير هنا عندك ناقص 2 ناقصا اي على ناقصا 2 ناقصا اي. وهنا راح تقول يساوي، تعال للمقام، مربع الاول سالب 2 تربيع زائد المربع الثاني اللي هو 1، مو تاخذ لي اي دربع لك 1 تربيع، تاخذ العدد بدون اي. الاول في الاول، موجب في السالب سالب، سالب 1 في 2 راح يعطيني 2. لا تستعجل بالاشارات، موجب في السالب سالب 1 في اي راح يعطيني ايش؟ يعطيني اي. موجب في السالب سالب 2 اي في 2 راح يعطيني ايش؟ 2 في 2 4 راح يعطيني 4 اي. موجب في السالب راح يعطيني سالب، انتبه 2 في 1 اللي هو معامل اي راح يعطيني 2، اي في اي راح يعطيني اي تربيع، كل اي تربيع راح نشيله، يعني هنا راح تقول لي يساوي، اكتبوا وياي السالب 2 من 4 مو تكتبه سالب 4، لا تكتبه 4 زائد 1 تربيع هو ايش؟ هو 1. اكتبوا وياي سالب 2 ناقص اي بناقص 4، اشارات مشابهة نفس الاشارة راح اجمع راح يطلع لي ايش؟ يعطيني 5 اي. هنا اجي هذا الاي تربيع راح اشيله، وهاي الإشارة راح تنعكس، فايش راح يصير عندي؟ هنا عندي سالب راح يصير ايش؟ يصير موجب، صار معلوم؟ يصير ايش؟ يصير موجب، موجب ايش؟ موجب 2. وهذا هنا راح تقول السالب 2 ويا الموجب 2 راح يروح، تقول هنا يساوي 4 زائد 1 راح يعطيني 5، هنا عندي سالب 5 اي. واذا تريد هنا الخمسه ويا الخمسه راح تختصر، يعني يساوي لنا ايش؟ سالب اي. تكتبه بالصيغه العاديه، يعني راح تقول هنا يساوي لنا 0 ناقصا اي. عندي خامسا 12 زائد اي على ايش؟ على اي. هنا تقول يساوي 12 زائد اي على اي، راح تضرب لهنا في المرافق، الاي ما طول ما باشاره يعني اشارته موجب، المرافق مالته راح يكون سالب اي بسالب اي. وهنا راح تقول يساوي، هذول مترافقين يعني راح يصير عندك 1 تربيع 12 في سالب اي ينطينا 12 في سالب اي ينطينا سالب 12 اي، ليش؟ موجب في السالب سالب 12 في اي راح يعطينا 12 اي، موجب في السالب سالب اي في اي راح يعطيني ايش؟ اي تربيع. وهذا راح يساوي لنا الواحد تربيع هو 1، صار معلوم؟ سالب 12 اي الاي تربيع، هذا الاي تربيع كله راح اشيله وغير هذه الاشاره، معامل اي تربيع 1، يعني راح يصير عندي زائدا 1. هذا الواحد بالمقام بعد ما له قيمه، يعني هنا يساوي لنا بالصيغه العاديه راح تقول، راح اقول لك يساوي لنا 1 ناقصا 12 اي، لازم ترتبها الحقيقي قبل التخيلي. سادسا عندي اي على 3 على 2 زائد 3 اي، راح تقول يساوي، اكتب العدد اللي هو اي على 2 زائد 3 اي،
في مرافق المقام، مرافق المقام جد عندي، عندي 2 ناقص 3 اي على 2 ناقص 3 اي ويساوي لنا مربع الاول في المقام، مربع الاول راح يصير عندك 2 تربيع زائد المربع الثاني اللي هو راح يصير عندك 3 تربيع. اي في 2 راح يعطينا 2 اي موجب في السالب راح يعطيني سالب، اي في 3 اي راح يعطيني 3 اي تربيع. وهنا راح اقول له يساوي لنا 2 من اربعها راح تعطيني 4 زائد 3 من اربعها، ايش قد تعطيني 3 من اربعها؟ 3 من اربعها راح تعطيني 9. واضح؟ فهسه اجي هنايا، اجي هنا جد عندي، عندي 2 اي، اكتب لي 2 اي هنا، عندي اي تربيع راح احذفها، هاي الاشاره راح تصير عكسها، راح تصير موجب. فهنا راح يصير عندي موجب 3، وهنا يساوي لنا 4 زائد 9 يعطيني 13. هذول بس اقلبهم يعني رتبهم، راح يصير عندك 3 زائد 2 اي. وهذا هنا تقول له يساوي، وزع دير بالك، 3 على 13 زائد 2 على 13 اي. سابعا عندي 1 ناقص جذر 3 اي على 1 زائد جذر 3 اي، راح اقول له هنا يساوي واحد ناقصا جذر 3 اي على 1 زائدا جذر 3 اي. وياي اجي اضرب في مرافق المقام، مرافق المقام ايش عندي؟ 1 زائد جذر 3 اي راح يصير 1 ناقصا، فهنا راح يصير عندك 1 ناقصا جذر 3 اي على 1 ناقصا جذر 3 اي. وهنا راح اقول يساوي، اخلص من المقام، مربع الاول 1 تربيع صار واضح، زائد مربع الثاني اللي هو ايش؟ جذر 3 الكل تربيع. اجي هنا بسط في بسط، 1 في 1 يعطيني ايش؟ يعطيني 1، موجب في السالب سالب، 1 في جذر 3 راح يعطيني جذر 3، 1 في جذر 3 راح يعطيني جذر 3 اي، سالب في موجب راح يعطيني سالب، جذر 3 اي في 1 راح يعطيني جذر 3 اي، سالب في السالب، انتبهوا وياي، سالب في السالب راح يعطيني موجب، جذر 3 في جذر 3، انتبهوا وياي، من اضرب جذر في جذر والاعداد تحت الجذور ايش بيهم؟ الشابه، راح اكتب العدد بدون جذر، صار معلوم؟ جذر 3 في جذر 3 راح يعطيني ايش؟ يعطيني 3، واي في اي راح يعطيني اي تربيع، صار معلوم؟ يعطيني ايش؟ اي تربيع. وهنا راح اقول يساوي 1 تربيع هو 1 زائد، انتبهوا وياي، جذر 3 تربيع، هذا الجذر التربيع راح يروح، راح يبقى لي فقط الثلاثة، واحد ناقصا، انتبهوا وياي، ناقص جذر 3 بناقص جذر 3، هذا جذر 3 جذر معامل مالته، معامل مالته واحد، وهذا هم واحد، الإشارات مشابهة، نفس الإشارة، واجمع راح أقول واحد، يعني هذا هنا طلاب، هذا هنا أكو واحد، فالواحد ما نقلبه، وهنا أكو واحد، ناقص جذر 3 بناقص جذر 3، السالب راح ينزل، إشارات مشابهة نفس الإشارة، وأجمع أقول 1 زائد 1 راح يعطيني 2 جذر 3 إيش؟ آي. أجي هنايا هذا الآي تربيع راح أشيله وغير هاي الإشارة، موجب راح يصير إيش؟ سالب 3، وهنا راح يساوي لنا
واحد زائد ثلاثة نعطينا إيش؟ أربعة. واحد ناقص ثلاثة، واحد ناقص ثلاثة ينطيني ناقص اثنين. إشارات مختلفة، هذا موجب، إشارة الكبير وأقول ثلاثة ناقص واحد ينطينا اثنين، فعلنا سالب اثنين ناقص اثنين جذر ثلاثة اي. هسه وزع قول يساوي، راح يصير عندنا سالب اثنين على أربعة ناقصا اثنين جذر ثلاثة على ايش؟ على أربعة. خطوة نهائية راح تقول يساوي هنا الأربعة والاثنين نقسم على اثنين بها واحد، يعني اكتب السالب، والأربعة على اثنين بها ايش قد؟ بها اثنين ناقصا عندك هاي الاثنين بها واحد، هاي الأربعة بها اثنين، يعني راح يبقى لي هنا فقط جذر ثلاثة على اثنين. هنا ما ننسى الآي، جذر ثلاثة على اثنين آي. عندي ثامنا سبعة زائد جذر ثلاثة آي، واحد زائد اثنين جذر ثلاثة آي. يلا راح أقول له هنايا يساوي سبعة زائد جذر ثلاثة آي على واحد زائد اثنين جذر ثلاثة اي. وهنا راح اجي اضرب في ايش؟ راح اضرب، راح اضرب في مرافق المقام اللي هو جذر مرافق المقام عندي. هنا المقام عندي واحد زائد اثنين جذر ثلاثة، المرافق مالته فقط تغير لي هاي الاشارة. فايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك واحد ناقصا اثنين جذر ثلاثة اي على واحد ناقصا اثنين جذر ثلاثة اي. هنا راح اقول له يساوي، اكتبوا وياي، مربع الاول يعني واحد تربيع، زائدا مقام في مقام مربع الثاني، راح يصير عندي اثنين جذر ثلاثة الكل تربيع، بسط في بسط ومقام في مقام، سبعة في واحد راح يعطيني ايش؟ يعطيني سبعة. موجب في سالب سالب، سبعة في اثنين جذر ثلاثة، طلاب هاي السبعة فقط اضربها بالاثنين راح ينطيك 14 جذر ثلاثة اي. واضح؟ موجب جذر ثلاثة اي في واحد راح يعطيني موجب جذر ثلاثة اي. موجب في السالب ينطيك سالب، جذر ثلاثة المعامل مالته واحد، واحد في اثنين يعطينا اثنين، تبع على هالخطوة. جذر ثلاثة في جذر ثلاثة راح ينطيني ثلاثة، اي في اي ينطيني اي تربيع. اعيد لك اياها، انتبهوا وياي. موجب في السالب ينطيني سالب، هذا جذر ثلاثة جذر معامل مالته واحد، واحد في اثنين ينطيني اثنين، جذر ثلاثة في جذر ثلاثة راح ينطيني ثلاثة، وآي في آي راح ينطيني آي تربيع. صار معلوم؟ اثنين في ثلاثة مباشرة اكتبها ستة، مباشرة اكتبها ايش؟ هاي رأسا. هسه هنا صارت عندك واضحة، يعني هسه ما راح اكتب لك اياها ستة، راح تعرف ليش صارت ستة. فهنا هذا مباشرة اكتب ايش؟ اكتب الستة. هسه اجي هنا بس انتبه لي، راح اقول يساوي الواحد تربيع هو واحد. انتبه هنا يا طلاب، اكو طلاب يشوف اثنين جذر ثلاثة من يجي ربع شو يقول؟ يقول التربيع ويا جذر ثلاثة راح يروح. صار معلوم؟ ويقول اثنين في ثلاثة، لا خطأ. هذا التربيع يتوزع على اثنين، يتوزع على جذر ثلاثة، يتوزع على اثنين ويتوزع على جذر ثلاثة. يعني هنا راح أقول زائد الاثنين من أربعها تنطيني إيش؟ أربعة. صار معلوم؟ الجذر ويا التربيع راح يروح، راح يصير هنا عندي ثلاثة.
فهنا 3 في 4 راح يصير عندي 12. 3 في 4 جد راح يصير عندي، راح يصير عندي 12. انت هنا افتهمت منين جت هاي ال 12؟ صار معلوم 2 تربع تعطيك 4، جذر 3 متربع تعطيك 3، 4 في 3 بتعطينا 12. اجي هنايا بعد تعلمته كل اي تربيع تشيله وتقلب الاشاره ما قبل، يعني هذا راح يصير موجب، يعني هسه هذا راح يصير موجب 6. هذا ايش راح يصير؟ راح يصير موجب 6. فايش راح يصير عندي؟ 7 زائد 6، هاي بعد ما عليك بها الاشاره خلص راحت. 7 زائد 6 قد راح يعطيني؟ راح يعطيني 13 ناقص 14 جذر 3i زائد جذر 3i. اشارات مختلفه، اخذ اشاره العدد الكبير واقول 14 ناقصا جذر 3، الجذر راح يعطيني 14 جذر 3 ناقص جذر 3 راح يعطيني 13 جذر 3. وهنا راح اقول له يساوي 1 زائد 12 يعطيني 13. وهنا ناقص الاي ناقصا 13 جذر 3 اي. بس مجرد اوزع مختصر، يعني هنا راح اقول يساوي 13 على 13 ناقصا 13 جذر 3 على 13 ناي. هناك خطوه اخيره راح تقول يساوي 13 في 13 راح تروح، انا اقسم 13 اقسم 13 1 ناقصا 13 في 13 راح اروح فالي فقط جذر 3 اي. وصلنا وياكم تاسعا، عندي 2 زائد 3 اي على 1 ناقصا اي مضروبه في 1 زائد 4 اي على 4 زائد اي. طلاب هنا شو يسوون؟ هنا تكملون عمليه تضربون باص في باص مقام في مقام، تكملون راح يطلع لك كسر واحد، هذا الكسر راح تضرب في مرافق المقام. صار واضح؟ هذا الكسر راح تضرب في مرافق المقام، يعني هنا راح تقول يساوي دير بالك هذول مو مترافقين، تجي تقول مربع الاول زائد مربع الثاني، لا هذول مختلفين. الاول في الاول، 2 في 1 2 2 موجب طبعا في موجب موجب 2 في 4 اي ينطينا 8 اي. هنا اجي موجب في موجب موجب 3 اي في 1 راح يعطيني 3 اي، موجب في موجب راح يعطيني موجب 3 اي في 4 اي راح يعطيني ايش؟ 12 اي تربيع. نفس العمليه بالمقام سوي اياها، 1 في 4 راح يعطيني 4 زائدا 1 في اي راح يعطيني اي، سالب في موجب سالب اي في 4 راح يعطيني 4 اي، سالب في السالب سالب اي في اي راح يعطيني ايش؟ اي تربيع. وهنا راح اقول يساوي هنا راح اقول 2 زائد 8 اي زائد 3 اي، هذا راح اشيله وغير هاي الاشاره راح يصير عندي ناقصا 12 على 4. نفس العمليه هنايا كمل، فراح يصير هنا عندي 4 زائد اي ناقص 4 اي، هذا الاي تربيع راح اشيله واخلي بكانه ايش؟ هذا عندي سالب، فراح يصير موجب 1 يساوي لنا 2 عندي هنا وعندي سالب 12 هنا، اشارات مختلفه اخذ اشاره عدد كبير راح ينطيني سالب، واقول 12 ناقص 2 راح ينطيني سالب 10، ينطيني ايش؟ ينطيني سالب 10. اجي هنا موجب 8 اي زائد 3 اي اشارات شابه، يعني راح يعطيني زائد 11 اي على
اجي هنايا 5 زائد 1 عفوا 4 زائد 1 اعطيني 5. هنا عندي موجب اي وهنا عندي سالب 4 اي، اشارة الكبير سالب، واقول 4 ناقص 4 اي ناقص اي راح يعطيني ايش؟ 3 اي. طلاب هسه هذا هنايا راح تجي تضربه في المرافق، هسه هذا راح تضربه ايش؟ في المرافق، يعني هنا راح تقول يساوي ناقص 10 زائد 11 اي على 5 ناقصا 3 اي في مرافق المقام اللي هو 5 زائد 3 اي، 5 زائد 3 اي. واضح؟ هنا راح اقول يساوي مربع الأول، هذول ايش بهم هسه؟ مترافقون. مربع الأول يعني راح أقول 5 تربيع زائد ايش؟ 3 تربيع. سالب 10 في 5 راح يعطيني سالب 50. سالب 10 في موجب 3 سالب، في موجب سالب. 10 في 3 اي راح يعطيني 30 اي. موجب في موجب موجب 11 في 5 راح يعطيني ايش؟ 55 اي. 11 اي في 5 يعطيني 55 اي. موجب في موجب موجب. اجي هنايا 11 اي في 3 اي راح يعطيني 33 اي تربيع. يعطيني ايش؟ 33 اي تربيع. هنا راح اقول يساوي خمسة من ربعها تنطيني ايش؟ تنطيني 25 زائد ثلاثة من ربعها راح تنطيني 9. اجي هنايا هاي بقى احنا تعلمنا، راح اشيل هذا الاي تربيع وهاي الاشاره راح تصير سالبه. صار واضح؟ هاي الاشاره شو تصير؟ تصير سالبه. هذا الموجب ما نمشي عليه، نمشي على الاشاره الجديده. فايش راح يصير عندي؟ سالب 50 بسالب 33 راح يعطينا سالب 83. صار معلوم؟ ايش قاعد يعطينا؟ سالب 83. اجي هنايا سالب 30 اي زائد 55 اي، الاشارات شبيههم مختلفه، ناخذ اشاره الكبير واقول 55 ناقص 30 راح يعطيني ايش؟ 25 اي. هنا راح اقول يساوي سالب 83 زائد 25 اي على ايش قد؟ على 34. خطوة نهائية أوزع، يعني راح يصير عندي سالب 83 على 34 زائد 25 على ايش؟ على 34 اي.